أنا شاب مسلم مصري، فإذا كان الاستماع وتطبيق الإسلام والعمل بالآية التي تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يتهموننا ويقولون أنتم إسلاميون، فأنا أتشرف أنني إسلامي. اولا بشكر شباب الاخوان المسلمين على ان هم بيؤكدوا ان هم ليهم راي حر في القضايا اللي بتجمعنا جميعا كمصريين، وفي قضايا بتجمعنا جميعا كشباب مصريين. انا بشكرهم ان هم عبروا عن كده بشكل رائع وبشكل كلنا شفناه واحترمناه. ثانيا في ظل الوضع الحالي اعتقد ان شباب الاخوان المسلمين عليهم حمل كبير جدا وعليهم مسؤوليه كبيره، وبيتحملوا قدر من الضغط النفسي والمعنوي وغيره، خصوصا ان هم بيتعرضوا لقصف اعلامي رهيب، قصف من تيارات اليساريه والليبراليه والعلمانيه وغيره، قصف لم نعهده من قبل، لانه بينتهج الكذب والفساد وال بينتهج التزوير، بينتهج التنابز بالالقاب، بينتهج الشتيمه، بينتهج اتهامات هم ليس لهم علاقه بها. سبب المؤتمر ده جاء بعد احداث المؤتمر، بعد الغضب الشديد داخل شباب الاخوان، ان هم حسوا انه الناس كلها عماله تضرب فيهم، والناس تتقتل والناس تتضرب ومفيش اي رد فعل، فقررنا انه الناس ما تردش بالسلاح زي ما البعض بيتحرك، ولكن نرد بالفعل. ودي بدايه، مش دي بدايه الحملة اللي هنعملها، وفي خطوات جاية ان شاء الله بعد كده هتضم بقى شباب الاخوان ومن محافظات تانية، بس هي دي كانت نقطة البداية بس، وكان الوقت ضيق فما لحقناش نجمع اكبر قدر من الناس. يعني اللي احنا بنقول للجماعة ان احنا موجودين، وان احنا ان شاء الله هنكون في ظهركم، وفي نفس الوقت بنقول لهم ان احنا عايزين نغير، يعني عايزين نبدأ نغير. احنا وصلنا لمرحلة او لواقع تاني، فاحنا ان شاء الله بإذن الله هنبدأ نغير. يعني والله يعني انا كنت جاي بسال هو مين عايز ايه، وشفت مين، وتقريبا طلعت بنسبه كويسه انا عايز ايه، بس بشكل عام يعني هو رؤيه عامه، مش فيش واحد اتنين تلاتة عايز نقاط محددة. من حقهم في الحقيقة، وخصوصا بعد أحداث المؤتمر الأخيرة وما قبلها من أحداث الاتحادية اللي ألمت ناس كتير جدا، إن هم يعبروا عن رأيهم، يقولوا إحنا لينا مبادرة ولينا صوت ولينا كلمة عايزين نوصلها. وفي الحقيقة هي مبادرة إيجابية، أنا أتمنى إنها تجد صدى من الآخرين، ويعني زي ما تقول في سبق لحسن النية ولمحاولة إن هم يجمعوا أبناء التيارات المختلفة علشان فعلا نرجع تاني نبني مصر. إنما أنا أعتقد يعني بصدق إن هي مبادرة يعني يعني بنية صادقة، ان هم عايزين يشتغلوا، عايزين يعملوا يعني يكسروا حلق يعني بجبل الجليد الموجود يعني، ونتمنى انها تنجح، وان بقية الشباب يستجيبوا للمبادرة دي يعني.